سيبقى العالم مليئا بالأسرار التي مهما ظن البشر أنهم عرفوها سيظلون كمن يحاول قبض الريح. فالعالم والكون لديه دائما الكثير من الأسرار التي سيظل البشر يتعرفون على جزء بسيط منها مهما زادت التكنولوجيا والتقدم. اليوم سنعرض لكم بعض الاكتشافات التي توصل إليها البشر في السنوات الأخيرة، لذا تابع الفيديو إلى النهاية. وكالعادة وقبل أن نبدأ، انزل للأسفل واضغط على زر لايك، كبر الشاشة ولننطلق سويا. أقدم هرم في مصر، هرم زوسر أو هرم سقارة أو الهرم المدرج، هو معلم أثري بجبانة سقارة شمال غرب مدينة ممفيس القديمة في مصر. بني خلال القرن 27 قبل الميلاد لدفن الفرعون زوسر. بناه له وزيره إمحوتب، وكان المهندس والطبيب إمحوتب هو المهندس الأساسي للمجموعة الجنائزية الواسعة في فناء الهرم وما يحيطه من هياكل الاحتفالية. يتكون أول هرم مصري من 6 مصاطب بنيت فوق بعضها البعض، شيء يمثل تطورا هائلا في تصميم القبور في ذلك العهد الذي كان يكتفي بمصطبة واحدة. يبلغ ارتفاع هرم زوسر المدرج 62 مترا مع وجود قاعدة بطول 125 مترا وعرض 109 أمتار، وكان مغطى بالحجر الجيري الأبيض المصقول. يعتبر الهرم المدرج أول بنية حجرية وقتها، وعلى الرغم من أن الحوش المعروفة باسم جسر المدير يبدو أنه سبق بناء الهرم. تأثر الهرم بزلزال وقع عام 1992 وأثر على بنية الهرم وأدى إلى سقوط أجزاء من المجموعة الجنائزية، وكان أقدم هرم في التاريخ. يعتبر موقع المدينة الجنائزية في سقارة جزءا من المواقع الجنائزية لمدينة منف، موقعا للتراث العالمي منذ عام 1979. الطقوس الجنائزية، لقد وجه المصريون القدماء عناية خاصة بموتاهم فاقت غيرهم من شعوب العالم القديم. استندت هذه العناية والاهتمام على اعتقادهم بوجود حياة أخرى أبدية يجب الاستعداد لها جيدا. فبعد موت أي شخص كان يحمله الأهل والأقربون إلى المحنطين، وذلك لسرعة حفظ وتحنيط الجسد بما يضمن له إمكانية عودة الروح لجسده مرة أخرى. وكان التحنيط يتم وفقا لإحدى طرق 3 تتوافق مع إمكانية المتوفى ومكانته. تعتبر عملية غسل وتطهير جسد المتوفى قبل دفنه خطوة على درجة كبيرة من الأهمية في سبيل الإعداد لرحلة الخلود والإقامة في العالم الآخر برفقة المعبودات. لذلك كان الاهتمام بإعداد وتجهيز المدفن أو المقبرة وتزويدها بالأثاث الجنائزي وكل ما يلزم المتوفى خلال هذه الرحلة من أهم الشؤون التي اعتنى بها المصريون القدماء في حالة الملوك أو كبار رجال الدولة. كان البلاط الملكي وكبار كهنة الدولة يقومون بعملية غسل جثمان الملك وتحنيطه ثم لفه بما يناسبه من تمائم وأكفان، لكل منها رمزية أو معنى معين، والأمر نفسه كان لدى كبار رجال الدولة والأفراد، كل في محيط قدراته وإمكانياته. في إطار إيمان المصري القديم بحياة ما بعد الموت، حياة أبدية لا موت بعدها، سعى المصري القديم إلى اتخاذ كل الوسائل اللازمة للحفاظ على جسده سالما لا يمس. ومنذ عصور ما قبل التاريخ والمصري حريص جدا على أن يدفن موتاه في وضع القرفصاء، وهو نفس وضع الجنين في بطن أمه، معتقدا أنه كما بدأ حياته جنينا كان لابد أن يدفن على نفس الوضع ليبعث من جديد في العالم الآخر. المومياوات الذهبية، وادي المومياوات الذهبية في العصر الروماني واليوناني يقع في منطقة الواحات البحرية بصحراء مصر الغربية على بعد نحو 420 كيلومتر من القاهرة. تهب مقبرة وادي تلك المومياوات حياة إضافية لتاريخ قدماء البشر لإبهار الأعين بجمال تزينه مقتنيات ذهبية خلابة.
المقبرة التي أعيد افتتاحها رسميا في 12 نوفمبر عام 2021، بدأ اكتشافها في أواخر التسعينات من القرن الماضي على يد بعثة مصرية برئاسة عالم المصريات الشهير زاهي حواس. سميت بالذهبية لأنها تضم مقتنيات مذهبة وذهبية، والمقبرة هي ثاني أكبر اكتشاف بمصر بعد الذي وصل إليه عالم الآثار الإنجليزي هايوارد كارتر في بدايات القرن الماضي بكشف مقبرة الفرعون الأشهر توت عنخ آمون وكنوزها الذهبية غير المسبوقة في نوفمبر عام 1992. تمثال نصفي لنفرتيتي. يعد تمثال نفرتيتي واحدا من أهم الأعمال الفنية المصرية الشهيرة الدال على جمال الفن القديم في مصر. إنه تمثال نصفي مصنوع من الحجر الجيري يظهر الرأس والرقبة فقط. نحت هذا التمثال في عام 1340 قبل الميلاد على يد النحات تحتمس، واكتشف من قبل الجمعية الألمانية الشرقية التي يترأسها عالم الآثار الألماني لودفيج بورشاردت، والممولة من قبل جيمس سايمون عالم الآثار، ذلك أثناء عمليات التنقيب في منطقة تل العمارنة المصرية في عام 1912 ميلادية. ما تجدر الإشارة إليه أنه وضع يده على ملكية تمثال نفرتيتي أثناء تقسيم الآثار المكتشفة، وبالرغم من عدم وجود نقوش تحدد هوية التمثال النصفي، إلا أنه تم التعرف عليه من خلال التاج المميز الذي ترتديه نفرتيتي في التماثيل الأخرى لها. تم الكشف عن التمثال النصفي للعالم لأول مرة عام 1924 في العاصمة الألمانية برلين في متحف نيوس. وجدير بالذكر أيضا أن التمثال لا يزال في العاصمة الألمانية حتى يومنا هذا. تماثيل الأشابت الفرعونية. تماثيل تأخذ شكل المومياء وتتقاطع أيديها على الصدر، تمسك بأدوات مختلفة تعبر عن وظيفتها في العالم الآخر. أقدم ما عثر عليه منها إلى الآن يعود إلى عصر الدولة الوسطى، ثم شاعت في عصر الدولة الحديثة وبعدها، وجاءت تسمية تلك التماثيل باسم الأشابتي من فعل وشب الهيروغليفي بمعنى يجيب، ولذلك نطلق عليها التماثيل المجيبة. عرفت هذه التماثيل أيضا باسم شوابتي أو الشابتي منذ عصر الدولة الحديثة، وصنعت من مواد عديدة مثل الطين المحروق والخشب والفايانس والذهب والفضة وغيرها من المواد، وفي مجموعة الملك توت عنخ آمون من الألباستر. كانت مكلفة بتنفيذ رغبات سيدها وإجابة طلباته والقيام بمهماته المنوط بها في العالم الآخر، أي أن الهدف من وضع تلك التماثيل في المقبرة كان في أن تحل محل المتوفى في أعمال لا بد أن يقوم بها في العالم الآخر بنفسه في حقول إيارو أو جنات النعيم. وبما أنه لم يكن كل الناس يعرفون الزراعة والحرث، فكانت تلك التماثيل تقوم نيابة عن المتوفى بالأعمال المتعلقة بالزراعة كحفر الترع وحرث الأرض الزراعية أو نقل الرمال من ضفة إلى أخرى. تماثيل ذات أنوف مكسورة. أنوف التماثيل غالبا ما تكون مكسورة إلى جانب حالتها التي قد تكون بالية بسبب مرور آلاف السنين عليها، إلا أن فريقا من علماء المصريات اكتشف السر والمعنى الأساسي من وراء هذا الضرر. ووفقا لأمين المعارض الفنية المصرية في متحف بروكلين إدوارد بيلبرغ، فإن هناك نمطا واسع النطاق من التدمير المتعمد والمدفوع بمجموعة من الأسباب المعقدة والمتشابكة. أرجع المصريون القدماء قوى مهمة إلى صورة الشكل البشري، مقتنعين بأن روح الإنسان المتوفى يمكن أن تسكن تمثالا لذلك الشخص بعينه. وفقا لذلك كان الهدف من حملات التخريب تعطيل قوة الصورة، وكانت التماثيل والنقوش تعد عندهم نقطة التقاء بين ما هو خارق للطبيعة وهذا العالم، وهذا وفقا لإدوارد بيلبرغ. ولذلك قام بعض خلفاء الفراعنة بأعمال تحطيم الأيقونات المتعمد أو تحطيم الصورة في مصر القديمة، وأوضح بيلبرغ أن الجزء المتضرر من الجسد
لم يعد قادرا على أداء وظيفته، مضيفا إلى أن روح التمثال تعتبر غير قادرة على التنفس دون أنف، وبالتالي فإن المخرب يقتله بشكل فعال. أبواق توت عنخ آمون. لن تتوقف مقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون عن إثارة الدهشة لدى كل من يراها، فكل القطع في المقبرة مثيرة جدا. هذه المقبرة تم اكتشافها عام 1822 على يد عالم المصريات الشهير هوارد كارتر، وشاهدها العالم في عام 1923، ويقال أنهم ظلوا 10 سنوات في نقل كنوزها إلى المتحف المصري. جالت مقتنيات الملك المصري الشهير توت عنخ آمون بعض دول العالم الكبرى منها باريس ولندن، وكانت المقتنيات مبهرة جدا للزائرين وتستوقفهم كثيرا. من أبرز هذه المقتنيات البوق الذي يرتبط ببعض الأساطير، الذي منها من كان السبب في إشعال الحرب العالمية الثانية. استطاعت هيئة الإذاعة البريطانية أن تقنع مصلحة الآثار المصرية بالمشاركة في البث بالعزف على هذا البوق عام 1939، وقبل العزف ب5 دقائق انقطعت الكهرباء وانطفأت الأضواء من كل الأجهزة المصاحبة لكل الأفراد الذين كانوا موجودين لتسجيل هذا الحدث المهم، ثم نجح العزف بعد ذلك. ظل العزف على البوق لمدة 5 دقائق متواصلة، وقام بالعزف عليه الموسيقار الإنجليزي جيمس تابرن، عضو الفرقة الموسيقية الملكية الإنجليزية، ولكن أثناء النفخ حلت ثانية بدايات اللعنة بهذا الحدث وانكسر البوق. بعد ذلك تم إصلاحه ونجحت عملية تسجيل الصوت، وبعد البرنامج بأشهر قامت الحرب العالمية الثانية. إلى هنا أعزائي متابعي قناة هل تعلم، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات اضغطوا على زر لايك وأخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالفيديو القادم. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.